الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا بالعروة الوثقى. عباد الله، إن المسلمين في هذه الأيام يتأهبون لمناسبة شريفة كريمة، ألا وهي عيد الأضحى المبارك الذي هو أشرف الأعياد للمسلمين، ويومه أفضل الأيام عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود. وفي هذا اليوم الشريف يتقرب المسلمون إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي، فذبح الأضاحي عبادة جليلة. قال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وهذه العبادة لها شروط يحسن التذكير بها، فمنها أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، وهو في الضأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل 5 سنوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. ومن الشروط السلامة من العيوب التي تمنع العيوب التي تمنع الإجزاء، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. ومن شروط الأضحية أن تكون الأضحية في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد و3 أيام بعده، فمن ذبح قبل الصلاة فإنه لا أضحية له حتى وإن كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني نسكت قبل أن أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. وكذلك من ضحى بعد انقضاء أيام التشريق فإنه لا أضحية له، وذلك لأنه ضحى خارج الوقت. ومما يجدر التنبيه عليه الأضحية عن الأموات، فإن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يضحي عن ميته كل سنة، وهذا ليس بواجب، فلو لم يضحي عنه فلا إثم عليه، بل الأفضل أن يقتصر في الأضحية على نفسه ويشرك الأموات فيها إن أراد ذلك. وكلما كانت الأضحية أكمل كان الثواب عند الله أعظم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها نحن بحمد الله نعيش أفضل أيام العام، وقد تبقى منها أيام قليلة، فاغتنموها يا عباد الله بصالح الأعمال، واجتهدوا فيها غاية الاجتهاد، فإن إدراك يوم منها نعمة عظيمة لا يفرط فيها إلا محروم.
لنكثر فيها من التكبير والتهليل في البيوت والأسواق وغيرها، ويستمر هذا التكبير إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو يوم 13 من ذي الحجة. وأنبه إلى أنه يشرع التكبير المقيد من يوم عرفة أدبار الصلوات المكتوبة، فيقول المصلي بعد السلام مباشرة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يكررها ما شاء، ثم يقول بعد ذلك أذكار الصلاة المعروفة، ويستمر هذا التكبير بعد الفرائض حتى آخر أيام التشريق. عباد الله، لنحرص على صيام يوم عرفة، فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. فهي سويعات قليلة يصومها المؤمن فيحوز هذا الفضل العظيم إذا تقبل الله منه. معاشر المسلمين، صلاة العيد صلاة شريفة مباركة يشرع حضورها للرجال والنساء رجاء ما فيها من الخير، والتماسا لإجابة الدعاء في هذا الجمع العظيم المبارك. ومن الحرمان التخلف عن صلاة العيد بنوم أو غيره، فلله كم فات تارك صلاة العيد من الخيرات والبركات. فعلى المسلم أن يحرص على شهود هذه الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمره، ورجاء لما فيه من الخير والصلاح. اللهم أعنا على ما يرضيك، ووفقنا لاجتناب معاصيك يا بر يا رحيم. ثم صلوا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا، سلم الحجاج وأتم لهم حجهم، واحفظ علينا وعليهم أمننا، واكبت عدونا يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبيه لكل خير، واجعلهم مفاتيحا لكل خير، مغاليقا لكل شر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا، انصر إخواننا المرابطين على حدودنا. اللهم وفقهم واحفظهم من بين أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.